قاعد بيه. ويلا يا اخوانا واقفين عندكم تعملوا ايه؟ اتفضل يا زنبي. لا والله ده انت اللي جايب المصلحه. ابدا ليديز فيرست. دي معاك حق برضه. ازيك يا حربي؟ ازيك يا نعيم بيه؟ باشا لما اتكلم سعادته تقول له يا نعيم باشا. عدلي مفيش داعي للحاجات دي خالص. حربي ده معرفة قديمة، يعني مفيش بينا ألقاب، مش كده يا حربي؟ نشوفه يا باشا. انت بقى ايوه انت الريه اللي فوق رصه نقطه صح؟ صح. واضح من شكلك يا زين انك زي ما قالوا لي عليك بالظبط، عصبي وعنيد ومعتز بنفسك ودماغك ناشفه. بس انا اعصب واعند واكثر اعتزازا وانشف، مش كده ولا ايه يا عدلي؟ تحبوا نقعد هنا ولا نقعد بره في الجنينه في الهواء احسن؟ يبقى نقعد بره، اصل انا بيني وبينكم بتخنق من القعده بين الاربع حيطان. روشة ايوه يا باشا، خليهم يجهزوا لنا الحاجه ويطلعوها لنا على بره. اوامرك يا باشا. يلا بسرعه. اتفضلوا يا اساتذه. ايه رايكم يا جماعه في القعده هنا؟ تمام يا باشا تمام. مش كده احسن؟ انا ما بحبش اقعد جوه، جوه خنقه. قول يا عدلي. خانة يا باشا، يا خانة بعقل يا باشا. حط يا ابني. ايوه. تمام تمام. سيادتك تأمرني بأي حاجة؟ شكرا يا عثمان. ايه يا جماعه؟ ده مش للفرجه، ده للاكل. الله دي لقمه بسيطه كده على مقاسهم عشان يبقى عيش وملح. يلا يلا مدوا ايديكم. بسم الله. كنافه؟ لا يا باشا ماليش في الحلو. حلو؟ ده انت اللي حلو. دي مش كنافه يا زين، ده سوشي يا باشا. ولا كنافه ولا سوزي، كفايه اللي حصل المره اللي فاتت. حصل ايه يا راجل؟ يا عم انسى اللي حصل وركز في سوزي. بيقول على السوشي سوزي، مش كده يا صاحبك ده يا حربي ظريف قوي. يا باشا احنا جايين لسعادتك ومدين ايدينا بالخير. يعني لو في نيه الغدر بلاش احسن يا باشا، خصوصا ان احنا مأمنين نفسنا كويس قوي. مأمنين نفسكوا ده ايه وغدر ده ايه؟ لا عيب الكلام ده زين، ده انا جايبكم النهارده عشان نقعد مع بعض ونتكلم ويبقى في بينا عيش وملح من غير لا غدر ولا خيانه، وعشان اثبت لكم حسن نيتي. رشا يلا. ده المبلغ اللي احنا اتفقنا عليه، وفيه شوية كمان عشان تجيبوا عربية بدل اللي اتحرقت. مش كفاية يا باشا. مش كفاية؟
كفايه ده ايه يا حاج؟ مش احنا اتفقنا ان انتوا هتاخدوا نصيب رشوان؟ ما هو ده فعلا نصيب رشوان وفي شويه كمان. يا باشا انا ما بتكلمش على الفلوس، فلوس ايه وبتاع ايه؟ انا بتكلم يا باشا على الغدر اللي حصل وارواحنا اللي كانت هتروح في ابو نكلة. في دي عندك حق، وفعلا حصل غدر، بس انا عايزكم تبقوا مطمنين على الاخر، لان اللي غدر بيكوا ده خد جزاءه فعلا، وكان عقابه قاسي جدا، لانه ما غدرش بيكوا لوحدكم، ده غدر بيا انا كمان، وانا اللي يغدر بيا يا ويلو. طب وايه اللي اضمن لها يا باشا ان الغدر ده مش هيتكرر تاني؟ كلمتي. ايه كلمتي مش كفايه ولا ايه؟ لا يا باشا ازاي، كلمتك على عيننا وراسنا من فوق، واحنا متاكدين طالما سعادتك اديت كلمه ان كله هينفذها ويمشي وراها يعني، بس احنا لمؤاخذه يعني كنا عايزين نعرف راسنا من رجلينا، نعرف نظامنا هيبقى مع سعادتك ازاي في الفتره اللي جايه. ده كلام عملي، وانا طول عمري احب الكلام العملي، بس مش ناكل الاول بعد كده نقعد براحتنا نتكلم ونظبط امورنا ولا ايه؟ ماشي يا باشا. جرايه يا روشة، انت مش واخده بالك ان ضيوفك قاعدين مكسوفين؟ يلا شوف شغلك. حاضر يا باشا. اتفضل يا استاذ. لا انا هاخد من البقسماط ده. بقسماط؟ اتفضل يا استاذ حربي. من يد من عدمها مدام رشا. مش مدام برضو؟ أنسة. مش قلت لك يا زين؟ أنسة أحسن برضو. أنا من ساعة ما شفتك يا حربي وأنت لفتت نظري جدا وعجبتني، وأنا واثق ومتأكد إني لما أعرفك أكتر يا زين هيبقى ده رأيي فيك برضو. يا باشا ده يبقى شرف كبير قوي ليا سعادتك. نتكلم بقى في الشغل الجديد. الحقيقة أنا قعدت مع نفسي وفكرت، أنتوا مش هتحلوا مكان رشوان في نقل البضاعة وبس، لا أنا عايزكوا تحلوا مكانه في كل حاجة، يعني المسابك مثلا أنتوا اللي هتمسكوا المسابك من بعده. مسابك؟ إيه؟ الحكاية دي صعبة عليكوا ولا إيه؟ لا يا باشا صعبة إيه، بس إحنا أساسا طول عمرنا شغلنا في الحديد والخردة، بس هو يعني لا مؤاخذة يعني هو مش المسابك دي اصلا باسم رشوان؟ المسابك وكباري عزام وشركة المقاولات بتاعت عنتر وحاجات كتير قوي ملك الباشا وبس. لا يا باشا لا مؤاخذة انا مش فاهم حاجة. افهمك يا حربي، عنتر وعزام ورشوان مجرد وجهة لجزء صغير قوي من اعمالي، يعني كل اللي عندهم ده بتاعي انا، ملكي انا. يا باشا بس بس ايه يا عدلي، في حاجه؟ اصل الحقيقه يا باشا عزام يعني كان طلب مني اعرض على سعادتك ان هو اللي يتولى مسؤوليه المسابق دي يا باشا. طب ما هو عنده الكباريه. طبعا في كرم سعادتك بقى يا باشا. بقى عزام حاطط عينه على المسابق؟ والله يا فندم يعني انا اللي فهمت منه كده يا فندم، بس هو على فكره يعني دي حاجه ما تزعلش، يعني عزام برضه من رجالتك ومن الموثوق فيهم. انت ليك مصلحه في المساله دي يا عدلي؟ انا؟ حاشا لله يا باشا، انا مصلحتي مع سعادتك، بعدين تشوف سعادتك مصلحه هيبقى مصلحه لينا كلنا يا باشا، لينا كلنا. وانا شفت وقررت حربي وزين هما اللي هيمسكوا المسابق وهيحلوا مكان رشوان في كل حاجة. ده كويس جدا يا باشا، ده كده تحت أمر سعادتك وده الصح يا فندم. معلش يا باشا هو في سؤال كده يعني لا مؤاخذة، هو رشوان بيروح فين؟ رشوان راح فين؟ جا منين؟ ده شيء ما يهمكمش ولا يخصكم بحاجة أنتوا ليه.